مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى حصاد السعيد الإخباري. والبداية بالعناوين: مقتل 6 أشخاص بينهم مراسل قناة المسيرة، وجرح أكثر من 30 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بذمار، والقاعدة تتبنى العملية. اغتيال رئيس عمليات اللواء 21 ميكا بشبوة، ومسلحون يسطون على 3 ملايين ريال تابعة لمؤسسة الكهرباء بحضرموت. اللجنة الأمنية العليا تتوعد بمعاقبة مهاجمي كتيبة الاحتياط بمارب، والقبائل تؤكد استعدادها تسليم عداد الكتيبة العسكرية للدولة. السلام عليكم. أعلن تنظيم القاعدة في اليمن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف اليوم اللجان الشعبية التابعة لأنصار الله في محافظة ذمار، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وفي بيان نشرته في حسابها على تويتر، قالت جماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة إن عناصرها من سرية الفاروق فجروا عبوة ناسفة عند 1:00 ظهرا داخل دار الضيافة الواقع أمام جامع السعيد وسط مدينة ذمار. وبحسب البيان، فقد انفجرت العبوة الناسفة بتجمع للجان الشعبية أثناء محاولتهم تفكيكها، ونتج عن ذلك سقوط 10 القتلى والجرحى. هذا وكان مصدر أمني بمحافظة ذمار قال إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 31 آخرون في انفجار عبوة ناسفة زرعت بالقرب من دار الضيافة بمدينة ذمار، والذي تتخذ منه جماعة أنصار الله مقرا لها. وأضاف المصدر إن اللجان الشعبية اكتشفت عصر اليوم عبوة ناسفة يرجح أن تكون عناصر مسلحة قامت بزرعها بالقرب من بوابة دار الضيافة. وأشار المصدر إلى أن اللجان الشعبية حاولت إزالة وتفكيك العبوة إلى أنها انفجرت وأودت بحياة 6 أشخاص بينهم الصحفي خالد الوشلي مراسل قناة المسيرة في ذمار. قال مصدر في اللقاء المشترك إن أحزاب اللقاء المشترك تعتزم دراسة مقترح يقضي بسحب وزرائه أو وزراء هذه الأحزاب من الحكومة. ونقلت مصادر إعلامية عن مصدر في اللقاء المشترك قوله إن أحد أحزاب اللقاء المشترك سيقدم مقترحا بهذا الخصوص للاجتماع المقبل لمناقشته، ويقضي بضرورة سحب وزرائهم من حكومة بحاح. المصدر في اللقاء المشترك أفاد إن المقترح جاء احتجاجا على التعيينات الأخيرة وعدم تنفيذ اتفاق السلم وعدم اتخاذ القيادة السياسية أي خطوة من شأنها تلافي الانهيار الوشيك للدولة حد تعبيره. هذا ولم تنفي أحزاب اللقاء المشترك الخبر أو تؤكده. ولمزيد من التفاصيل انضم الينا عبر الهاتف القيادي في اللقاء المشترك الاستاذ عبد الله المقطري. استاذ عبد الله، مساء الخير. في البدايه، ما صحه الانباء التي ترددت عن مناقشه اللقاء المشترك مقترح سحب الوزراء من حكومه بحاح؟ مساء النور. واود اقول ان خبر مثل هذا حقيقه يبدو مستغرب كثيرا، يعني ووجه الاستغراب فيه فإن المشترك سيسحب وزرائه من حكومة البحاح. الكل يعرف بأن هذه الحكومة لم تكن حكومة أحزاب ولم تكن حكومة محافظات، وإنما حكومة كفاءات، ولم يقدم أي حزب من أحزاب اللقاء المشترك أو غيرها أسماء وزراء مرشحين لهذه الحكومة، وإنما تم اختيار هذه الشخصيات من قبل رئيس الوزراء ومن رئيس الجمهورية. لذلك خبر مثل هذا غير صحيح. وأنا في الهيئة التنفيذية للقاء المشترك لم يطرح مثل هذا الأمر حتى اللحظة. طيب أستاذ عبد الله، ماذا عن موقفكم من التعيينات الحكومية الأخيرة، تحديدا ما يتعلق بالمحافظين والقادة العسكريين، ونحن سمعنا الكثير من الأحاديث عن عدم رضاكم بهذا الخصوص؟ هناك صدر بيان من اللقاء المشترك ووضح فيه
القضية ليست قضية اعتراض على أشخاص المحافظين الذين تم تعيينهم، ولكنها اعتراض مشترك على هذا الأمر، يأتي في إطار أن الإجراءات التي تمت بتعيين المحافظين لم تكن إجراءات دستورية أو قانونية، وهي جاءت هذه الإجراءات مخالفة للدستور وقانون السلطة المحلية، ويفترض أن هناك جملة من الإجراءات تتم هذا الأمر حتى لم يناقش في مجلس الوزراء تعيين المحافظين، وإنما صدر فيهم قرار من الآخر رئيس الجمهورية بالمخالفة للدستور ولقانون السلطة المحلية، الذي يفترض أنه لا يتم تعيين المحافظين إلا بموجب ترشيح من وزير الإدارة المحلية، ثم يناقش مجلس الوزراء ويرفع القرار للآخر رئيس الجمهورية تحت توقيع وزير الإدارة المحلية والآخر رئيس الوزراء. هذا الأمر لم يتم، وبالتالي كان اعتراض المشترك في بيانه حول هذه القضية. عبد الله المقطري القيادي في اللقاء المشترك، اشكرك جزيلا. اغتال مسلح مجهول ضابطا رفيعا في الجيش وسط مدينة عتق بمحافظة شبوة. مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الثالثة قال في تصريحات لموقع وزارة الدفاع ان مسلحا اغتال العقيد حمود حسين الذرحاني رئيس عملية اللواء 21 ميكا اثناء خروجه من منزله صباح اليوم بمدينة عتق وقام بنهب سيارته. وجه محافظ إب القاضي يحيى الإرياني بمنع مشاركة الطلاب في أي فعاليات خارج نطاق المدرسة، محملا المسؤولية كل من يخالف ذلك من تبعات، ونبه إلى عدم إلزام الطلاب بحضور أي فعالية سياسية أو غيرها خارج مدارسهم أو أي عمل خارج مقرراتهم ومقرراتهم الدراسية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم. كما وجه المحافظ خلال لقائه اليوم القيادات التربوية ومدراء المدارس بالمحافظة، وجه بإحالة كل من دفع بالطلاب لحضور احتفالية المولد النبوي بدون موافقة أولياء أمورهم إلى مجلس تأديبي. تحدثنا اليوم في يومنا هذا مع الأخوة في القيادة التربوية والتربية والتعليم في المحافظة، أنه الأصل أن لا يجوز أن لا يأخذ أي طفل أو أي طالب إلى يحضر أي فعالية أو للحضور إلى أي مكان خارج المدارس إلا بإذن مسبق وخطيا من أولياء الأمور بعد إشعارهم، وبالذات الطلاب الذين لم يتجاوزوا 15 من أعمارهم. أيضا أن لا يلزم الطلاب بأي عمل خارج عمل المدرسة أو حضور أو الذهاب إلى أي مكان بشكل إلزامي أو بطلب من المدرسة. عبرت لجنة صياغة الدستور عن أسفها لما نشرته بعض وسائل الإعلام حول أبواب وفصول الدستور بشكل غير دقيق، فضلا عن قيام بعض الصحف بنشر مسودات للدستور تتضمن مشاريع صياغات لنصوص دستورية قبل أن تقدم للجنة، وتخضع تلك الصياغة للمراجعة والحذف والإضافة. وأكد مقرر اللجنة دكتور معين عبد الملك في تصريح لوكالة سبا إن مسودة الدستور النهائية سيتم نشرها عبر وسائل الإعلام الرسمية وتعمم على مختلف وسائل الإعلام عقب تسليم المسودة من قبل اللجنة للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتدشينها لمرحلة المشاورات العامة حول المسودات، بما يمكن المواطنين من إبداء أي ملاحظات عليها.
ناقش رئيس مجلس الوزراء خالد بحاح خلال لقائه اليوم بعدن لجنة نظر ومعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية، ناقش ما تم تحقيقه حتى الآن في إطار المهام المسندة إليها والدور الحكومي المطلوب لتعزيز مستوى أدائها. الاجتماع أكد على أهمية أن يكون عام 2015 عاما لإنجاز كافة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية ومعالجة قضاياهم بصورة عاجلة. وخلال الاجتماع أكدت اللجنة أنها استوفت الإدخال الشبكي والتوثيق الإداري لكثير من تظلمات العسكريين التي بلغت 150 ألف حالة تظلم، كما استعرضت مهامها الراهنة في إطار وضع المعالجات بحسب معايير القرار الرئاسي رقم 2 لعام 2012 الخاص بمعالجة أوضاع المبعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين في المحافظات الجنوبية، وبما من شأنه إنفاذ القرارات الرئاسية والبدء بإعادة المبعدين طبقا لذلك وصرف مبالغ التعويضات لهم. كما وجه رئيس الوزراء خالد بحاح الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية بسرعة تخطيط وإيصال الخدمات إلى مواقع الأراضي المحددة للتعويضات بموجب توصيات لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية والمصادق عليها بقرارات رئاسية. وأكد بحاح خلال لقائه اليوم بمحافظة عدن رئيس وأعضاء لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية برئاسة القاضي صالح ناصر طاهر، أكد أهمية هذه الإجراءات لتمكين المستفيدين من التعويضات من استلام أراضيهم والبدء ببناء مساكنهم الخاصة، واستعرض اللقاء ما توصلت إليه اللجنة من مقترحات بمعالجة القضايا المتعلقة بالأراضي في المحافظات الجنوبية والتي وصلت حتى الآن إلى 127 ألف قضية. سطى مسلحون مجهولون اليوم على مبالغ مالية من سيارة تابعة لمؤسسة الكهرباء في مدينة غيل باوزير بمحافظة حضرموت. مصدر محلي أوضح أن مسلحين اعترضوا السيارة واشتبكوا بالأسلحة الرشاشة مع جندي كان في السيارة قبل أن يصاب، وأن المسلحين تمكنوا من نهب 3 ملايين ريال ولاذوا بالفرار، مشيرا إلى أن السيارة كانت في طريقها إلى مكتب البريد لإيداع المبلغ المالي. توعدت اللجنة الأمنية العليا باستخدام كافة الوسائل والإجراءات اللازمة لاستعادة الأسلحة والمعدات التي استولى عليها مسلحون قبليون بمحافظة مارب الخميس الماضي، وذلك بعد مهاجمتهم لكتيبة تابعة لقوات الاحتياط أثناء عودتها من محافظة شبوة. كما توعدت اللجنة في اجتماع لها اليوم برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي، توعدت بمعاقبة المعتدين حد تعبيرها. ووصفت اللجنة الهجوم الذي تعرضت له كتيبة قوات الاحتياط بالغادر، مشددة على ضرورة استعادة معدات وأسلحة الكتيبة. من جانبها أكدت قبائل مارب استعدادها لإعادة كافة أعتاد الكتيبة العسكرية التي اشتبكت معها الخميس في منطقتي نخلة والسحيل على أن تتحمل الدولة مسؤولية متابعة ما تم أخذه من قبل من ساندوهم بالتواصل مع مشايخهم. وقال مصدر قبلي في تصريحات له اليوم إن تأكيد القبائل جاء لدى زيارة لجنة الوساطة القبلية التي يقودها الشيخ غالب الأجدع إلى مطارحهم، واتفق الطرفان على مهلة كافية لتسليمها. وأوضح المصدر إن قبائل مارب أوضحت للجنة الوساطة إن مطارح القبائل منذ اللحظة الأولى تؤكد أنها ستكون سندا للجيش للقيام بمهامه بالمحافظة من تأمين الخط وحماية المنشآت الحيوية وترسيخ الأمن والاستقرار. وكانت لجنة الوساطة وصلت إلى مطارح القبائل عصر اليوم بعد أن زارتها عقب المواجهات التي دارت الخميس الماضي. حصاد سعيد لهذه الليلة مستمر وفيه بعد الفاصل. بعد أن فقدت الثقة بالجهات الحكومية، السعودية تدشن مساعدتها العاجلة للفقراء في اليمن عبر منظمات إغاثة دولية.
بحضور سفير المملكة العربية السعودية بصنعاء محمد سعيد آل جابر، دشنت اليوم بصنعاء الحملة الخاصة بالمعونة الغذائية العاجلة المقدمة من خادم الحرمين الشريفين المقدمة من خادم الحرمين الشريفين لليمن، البالغ قيمتها 54 مليون دولار. نتابع. مع تردي الأوضاع المعيشية تتصاعد أرقام الفقراء في اليمن لتصل إلى 16 مليونا حسب إحصائيات أممية أخيرة، منهم 5 ملايين ينامون على الجوع، أمر دفع بالمملكة العربية السعودية إلى تدشين حملة عاجلة للإغاثة تستهدف 45,000 أسرة في مختلف المحافظات. كان حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وعلى الدوام بأن تكون المملكة السند الذي يقف في السراء والضراء مع الشعب اليمني، وما هذه الحملة إلا استمرارا منه حفظه الله لما قدمته المملكة خلال العقود الماضية لأهلنا الشعب اليمني. عظيم امتناني باسم الحكومة اليمنية وباسم الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه إلى جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وإلى حكومة المملكة العربية السعودية وإلى شعبنا وأشقائنا في المملكة على هذه الوقفة الكريمة الصادقة التي نتطلع المزيد منها في هذه اللحظات العصيبة. آلية جديدة ستتخذها المملكة السعودية في توزيع سلة المساعدات الغذائية إلى المحتاجين مباشرة عبر هيئة الإغاثة الإسلامية والندوة العالمية للشباب ومنظمة الإغاثة الإسلامية، تأتي تأكيدا لاستمرار المملكة في دعم اليمن. ستتولى الهيئات الإغاثية الإسلامية الثلاث والتي لها باع طويل في العمل الإغاثي والإنساني على المستوى الإسلامي والعالمي، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والصناديق الاجتماعية والجمعيات الخيرية اليمنية بتوزيعها إلى يد مستحقيها، آملين أن تكون بداية خير لهذه السنة الجديدة وأن تفتح أعين الدول والمنظمات الإنسانية العالمية لحاجة أخواننا وأشقائنا في اليمن الإنسانية. الحملة الميدانية لتوزيع المساعدات على المحتاجين تنطلق الأسبوع القادم، حيث وزعت المناطق المستهدفة على الجهات الدولية الثلاث التي أوكلت إليها مهمة توزيع المساعدات البالغة قيمتها 45 مليون دولار. هذه الحملة بدأ الترتيب لها بشكل منظم ومخطط بحيث تغطي الاحتياجات المطلوبة للمحتاجين في الإغاثة العاجلة لهذه الفئات إن شاء الله. سنتولى إن شاء الله العمل في 7 محافظات في مناطق مختلفة من اليمن، نفس السلة الغذائية لبيئة الأقوى الآخرين. الإغاثة هذه تأتي في إطار معالجة مشكلة الأمن الغذائي، وهي واحدة من الأهداف الرئيسية لمنظمة الإغاثة الإسلامية في اليمن. يؤكد القائمون على حملة الإغاثة العاجلة من خادم الحرمين الشريفين على استمرار توزيع المساعدات وتخطي كل المشكلات السابقة بالوصول للمحتاجين والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للأسر المستهدفة. إلى ذلك، اتهم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي اتهم دولا لم يسمها بأنها تمد اليمن بأسباب الموت. وقال الميتمي في كلمة له خلال تدشين الحملة الخاصة بالمعونة الغذائية العاجلة المقدمة من خادم الحرمين الشريفين لليمن، قال إن هناك دولا تمدنا بأسباب الموت وأخرى تمدنا بأسباب الحياة. وأكد الميتمي أهمية اضطلاع المملكة العربية السعودية بدورها المحوري في دعم اليمن، منوها إلى أن اليمن لا تزال تحتاج وقوف أشقائها معها لتتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها حاليا. هناك دول تمدنا بأدوات الموت، وللأسف أن نقول ذلك، وهناك دول تمدنا بأسباب الحياة وتجاوز المحن. لن ينسى اليمنيون ولم تنسى الأجيال القادمة هذه الوقفة الإنسانية الأخلاقية الكريمة لأشقائنا وأهلنا في المملكة العربية السعودية في هذا الظرف العصيب التي يمر بها يمن الحبيب الغالي وشعبنا الصابر.
أكد محافظ تعسوقي أحمد هايل أن الوضع الأمني في المحافظة مقبول بتعاون كافة المكونات السياسية والشبابية. وأشار المحافظ خلال ترأس اليوم اجتماعا للمجلس المحلي، أشار إلى أهمية دور وزارة الدفاع ووحداتها العسكرية في إسناد القوات الأمنية والإسهام الكبير في تعزيز روح التناغم والشفافية بين الجيش والأمن من أجل ضبط المطلوبين أمنيا والخارجين عن القانون وفرض هيبة الدولة. ودعا شوقي المواطنين والمكونات السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني إلى التعاون الفاعل والإيجابي مع الحملات الأمنية لتأدية مهامها في حفظ السكينة العامة. كما أكد المحافظ إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تفعيلا عمليا وميدانيا للجان المجلس كل في إطار اختصاصها ومتابعة سير تنفيذ المشاريع والعمل على معالجة أوضاعها المتعثرة. في إطار خطتها وبرنامجها السنوي، قامت جميع الوحدات الأمنية والعسكرية بقياداتها اليوم بتدشين العام التدريبي الجديد 2015 بمقر اللواء 22 مدرع بمحافظة تعز، وذلك بهدف الرفع من مستوى جاهزية منتسبي القوات المسلحة والأمن في المحافظة. إلى التفاصيل. صحيح أن خللا ما أصاب نظام القوات المسلحة والأمن على خلفية أحداث 2011 وما تلاها في اليمن بشكل عام، أو هكذا قال قائد المنطقة العسكرية الرابعة اليوم في تدشين عام التدريب للقوات المسلحة والأمن، والذي سيسهم في إصلاح هذا الخلل بالتأكيد، وسيعزز المهمة التي وجد من أجلها وهي الحفاظ على الأمن والاستقرار. ما كنا نتمنى عدم وجوده أو عدم حصوله، وهي عملية الانقسامات والانتماءات، أنه هذا يتبع لهذا الجهة، وهذا يتبع لهذا المركز القوى، وهذا يتبع لهذا الحزب. هذه المسألة في القوات المسلحة في أي بلد محرمة وممنوعة، وفي قانوننا وفي دستورنا هذه المسألة ممنوعة. فالقوات المسلحة والأمن حزب الوطن ومؤسسة سيادية تحمي الوطن. بمقر اللواء 22 مدرع في الحالمة تعز تم هذا التدشين لجميع وحدات الجيش والأمن بالمحافظة، وفيه جسد هذا المشهد الاستعراضي وبخطى ثابتة لهؤلاء الأبطال أروع صور الإخاء والتلاحم في سبيل الحفاظ والتضحية من أجل الوطن ككل وتعز على وجه التحديد. إذن هذه وحدات من شرطة الدوريات وأمن الطرق تمر الآن بهذا العلو وهذا الشموخ، ها هم يسمون بخطواتهم تلك القوية ثباتا على مبدأ الحق والولاء لله ثم للوطن والوحدة والثورة. هؤلاء هم الرجال. بالمرصاد ستقف هذه القوة بجاهزيتها وأسلحتها المتنوعة ابتداء من البندقية فالدبابة وحتى المدفعية في وجه كل الخارجين على النظام والقانون أو من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن. نحن ضد أي مظاهر مسلحة، ضد الإرهاب، ضد أي عمل خارج عن إطار نظام القانون. وأقول لك ونعهد الله والوطن أننا حماة للوطن وليس الأحد وليس مع أي حزب. تعز تعتبر الصخرة الصماء أمام كل عدو وأمام كل من سول له نفسه أن يمس أمن تعز. نحن على أتم الجاهزية والاستعداد في أي لحظة في البر والجو والبحر، خطوة يقوم بها هؤلاء البواسل في كل عام، هدفها الاستمرار في حفظ الأمن والاستقرار، ورسالة لأبناء تعز خاصة مفادها ناموا قريري الأعين بسلام. أقرت اللجنة العليا للاختبارات شهر فبراير القادم موعدا لإجراء امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي الجاري 2014-2015، وذلك لطلاب الشهادة العامة أساسي وثانوي. وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور عبد اللطيف حيدر في تصريح له إن اللجنة اتخذت قرارها لضمان الإعداد والتجهيز الجيد للامتحانات التي من المقرر أن يشرف على تنفيذها رؤساء أقسام الامتحانات والموجهون التربويون بالمحافظات. وبين أن اللجنة ستوافي مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات بآلية تنفيذ الامتحانات وموعدها المحدد في وقت لاحق لضمان سيرها وفق الشروط والمعايير الصحيحة.
قالت شرطة مديرية 70 بالعاصمة صنعاء أنها تمكنت مساء أمس من إلقاء القبض على كلفوت المتهم الرئيس بعدة عمليات تفجير واعتداءات على أبراج الكهرباء في مأرب. نتابع. أخيرا وقع في قبضة العدالة، والصدفة وحدها هي من أوقعت. إنه كلفوت المتهم بتخريب أبراج الكهرباء وخبطاته التاريخية التي أدخلت ملايين اليمنيين في ظلام دامس. كلفوت قبض عليه مساء أمس بواسطة عناصر شرطة الشهيد سهيل الجوفي بمنطقة حدة مع مرافقيه وبحوزتهم أسلحة وضخيرة. المدعو كلفوت نحن ضبطناه طبعا أثناء مع اللجنة الشعبية أثناء ما كنا نقوم بالتفتيش في حدة، وذلك من مطعم نجوم الشام الساعة 3 ليلا، تمام، الساعة 3 صباحا. فضبطنا طبعا نحن بالصدفة، ضبطنا على أساس أنه لا يوجد معه لوحات فوق السيارة، كانت معه سيارة حبة 2014 بدون لوحات، وعليها ثلاثة أشخاص مسلحين، ثلاث قطع مع 190 طلقة، تم ضبطهم على أساس أنهم لا يوجد معهم لوحات على السيارة. وأثناء وصولنا للقسم بعد التفتيش يعني وجدنا في بطائقه ما يدعى كلفوت، وهذا الاسم انطبع في أذهاننا منذ فترة بأن هذا كلفوت الذي يقوم في تفجير أبراج الكهرباء. وعليه تم التواصل مع الأخ مدير أمن العاصمة والذي وجه بحجزه والتحقيق معه وبتهم عديدة منها تفجير أبراج الكهرباء. لم نتمكن من لقاء كلفوت بسبب نقله إلى مكان لم يكشف لنا عنه، وذلك لدواع أمنية كما قال المسؤول الأمني. في ناس يعني ماتوا أثناء عملية المستشفيات، ناس يعني حرقت محلاتهم، ناس يعني بسبب انقطاع الكهرباء، ناس خسروا، ناس فلسوا، ناس يعني ضرر كثيرة. إجراء التحفظ عليه لسلامته أكثر من مباشرة إجراء عليه. المصادر الأمنية أكدت أن المتهم كلفوت تم تغيير مكان احتجازه من مركز الشرطة مباشرة، فهل سيقدم للمحاكمة ويمثل أمام القضاء أم سنسمع عنه مرة أخرى في الانطفاءات القادمة؟ أكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني دكتور عبد الرزاق الأشول أهمية إشراك القطاع الخاص في تنمية الموارد البشرية ومعرفة الاختلالات التي يعاني منها سوق العمل من أجل توجيه مخرجات التعليم والتدريب بأنواعه لتأهيلها بما يتوافق مع متطلبات السوق. وشدد الأشول خلال لقائه اليوم قيادات الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة على ضرورة أن يساهم القطاع الخاص في تحقيق التنمية في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، مؤكدا استعداد الوزارة للعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص لتنمية الموارد البشرية وفق رؤى وبرامج عملية وعلمية تساعد على استيعاب كافة الاختلالات لمخرجات التعليم التي يعاني منها سوق العمل. مجددا نعود ونذكركم بالعناوين. مقتل 6 أشخاص بينهم مراسل قناة المسيرة وجرح أكثر من 30 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بذمار، والقاعدة تتبنى العملية. اغتيال رئيس عملية اللواء 21 ميكا بشبوة، ومسلحون يسطون على 3 ملايين ريال تابعة لمؤسسة الكهرباء بحضرموت. والأمنية العليا تتوعد بمعاقبة مهاجمي كتيبة الاحتياط بمارب، والقبائل تؤكد استعدادها تسليم عتاد الكتيبة العسكرية للدولة. لمتابعة هذه الأخبار وغيرها زوروا موقعنا على الإنترنت saida-tv.com. شكرا لمتابعتكم لحصاد الليلة، حفظكم الله ورعى الله الوطن، إلى اللقاء.